بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الأعلى للاغتيالات، والله بجد كان في مصر حاجة اسمها المجلس الأعلى للاغتيالات، طبعا ما كانتش رسمية بس كانت شغالة وليها حكاية. أنا أقول لك حكايتها إيه. بعد ثورة 1919 بدأ الكفاح الوطني ياخد طابع العنف في التعامل مع الاحتلال والمتعاونين معاه. طبعا اجتمع محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر وغيرهم وقرروا تقويم مجلس أعلى للاغتيالات يصدر أحكام بالإعدام على أعداء الوطن من وجهة نظرهم. تحت منهم بيجي جهاز تنفيذي مسؤول عن الشغل وترتيب عمليات الاغتيال، كان بيتكون أكيد من طلبة عشان يقدر السيطرة عليهم، طلبة صغيرين في السن زي مثلا طالب في كلية الحقوق وواحد تاني من مدرسة المعلمين العليا ومهندس وابراهيم موسى زعيم عمال العنابر ومحمد فهمي علي النجار ده كان زعيم عمال الترسانه. المجموعه دي نفذت اغتيال بطرس غالي رئيس النظاره اللي هي كانت في الوقت دوت الحكومه. حاولوا يقتلوا عباس حلمي اللي كان موجود المعزول في الاستانه، حاولوا يقتلوه ومرتين حاولوا اغتيال حسين كامل، واغتالوا فعلا كيف وكيل حكم دار القاهره والمستر كيف وكيل والمستر كيف وكيل حكم دار القاهره والمستر وسردار الجيش المصري وحاكم السودان السير ليستاك 1924. كان في 19 نوفمبر لما اغتالوا ليستاك. اللي اغتالوا ليستاك اتقفشوا ليه ازاي ولا قبل كده عدى؟ انا اقول لك ازاي. الخيانه طبعا يا صديقي. كان في واحد اسمه محمد نجيب الهلباوي، مش محمد، مش نجيب الهلباوي بتاع، مش الهلباوي بتاع حادثة دنشواي، لا واحد تاني اسمه محمد نجيب الهلباوي. الشاب دوت قرر، كان متحمس وقرر يخش في لعبة الاغتيالات السياسية، فراح مع واحد اسمه شمس الدين علي الاغتيال السلطان حسين، لكن اتقفشوا. لما اتقفشوا خدوا اعدام، والاعدام اتخفف لمؤبد، ولما سعد زغلول مسك رئاسة الوزراء اخرج او صرح المساجين السياسيين، والكل كليلة والكل كليلة خرج الهلباوي من السجن كافر بالسياسة. عرضوا عليه وظيفة ب 15 جنيه في الشهر يعني حوالي 30,000 جنيه، لكنه رفض وقرر انه يسافر اوروبا يكمل تعليمه هناك. طبعا يسافر ازاي وما فيش حاجة. المهم يا سيدي راح عرض نفسه على المخابرات الإنجليزية ويستفيدوا من المعلومات اللي عنده على كشف الخليات الاغتيال اللي منتشرة في مصر في الوقت ده. فالمخابرات الإنجليزية ادته اسمه كودي اتش هوتل يعني. لما حصلت حادثة السردار استعانت المخابرات الإنجليزية بالهلباوي محمد نجيب الهلباوي، وفعلا قبضوا على المشاركين في العملية، وكانت مكافأة الهلباوي في الوقت دوت 10,000 جنيه، يعني دلوقتي بأسعار اليومين دول حوالي 20 مليون جنيه. خد الفلوس دي وطلع بيها على أوروبا واختفى هناك، عاش خاين ومبسوط. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.